السلام عليكم اخوان، صباح لاباس عليكم. عمر هانيه صافا كلشي بخير. دونك معكم حسين بياسين. دونك اليوم ما يكونش في بايكار، دونك ما يكون في لا نوتريسيون سبورتيف او لا البودي نوتريسيون. دونك لا اليوم غادي نديرو واحد الحصه في فول بودي. دونك غادي نترينو اليوم فول بودي في البيريود ديال بري دوماس. الوغ حنا كنتواجدو هنا في هاد المنطقه خضراء خايبة منطقة ديال هنايا لي ماشين، يعني في هو الطلق. دونك غادي نتريني واحد الحصة فول بودي. الوغ غادي نشوفو هنا دي ماشين، غنتعرفو على دي ماشين. دونك هنا ماشين، هادي ماشين ديال روينغ باغ كيما كتشوفو هنا، أولا لومبيغ حتى هي لومبيغ. هنا دونك هنا ماشين ديال ماشين ديال هنا لي بار فيكس، كاملين الماشين ديال لي بار فيكس هنا. دابا شوفو عاوتاني، تا دورويك تا هو بار فيكس، كاملين دي بار فيكس. دونك غتعرفو على هاد الماشين هادي. هادي كما كتشوفو ماشين ديال ماشين دورسو. دونك بوا تقريبا بوا هنايا 5 كيلو، 1 2 3 4 5 6 بوا مزيان صافا. دريني بيه بخي دوماس اولا لاشيس ماشي مشكل. هنا حتى سالو اخوان غادي نعرفو لكم هاد الماشين هادي. دونك هادي ماشين ديال دريني بيه بيسيبس. اوكي، وما تبقى غادي نترينيو عاوتاني، ترينيو كل يعني كل باز ميليتير ديال كل ميسكل. دونك فول بودي، الناس اللي ما كيعرفوش الفول بودي نعطيو واحد التعريف بالزربه باش نبداو نترينيو. دونك الفول بودي كتريني كل لا باز، كل يعني كل عضله لا باز ديالها. بحال مثلا غنتريني مثلا الصدر لا باز ديالو، يعني ميسكل بيكتورال لا باز ديالو. دونك يعني شولدرز لي زيبول لا باز ديالو. وغادي نتريني حتى عاوتاني دورسو حتى هي لا باس ديالها. دونك هذا هو الفول بودي كل حصه. دونك 4 سيريات من كل حصه. انا في البيريود ديال لا ماس دابا، ماشي لا شيس، ما عندي لا بطوله ولا شي حاجه. دونك غادي نتريني، ما غاديش نفوت 10، وكاين شي شويه ديال الثقل. الو يلا سخينات دابا. دونك نبداو نتريني في فول بودي ديال تريني بيسيبس، يعني كل لا باز ميليتير ديال كل ميسكل. انت ما غاديش يعني انت ما عندكش واحد لي كونديسيون فيزيك، حتى نقصتي ودرتي قصه ديال يعني فول بودي اولا سبليت بنانه اولا جوج بنانات على حسب البوا ديالك. مي لي موفمون ديال لا باز ميليتير كما قلنا، القصه ديال يعني الفول بودي والبيريود ديال لا ماس. حاور حال الاخوان يعني 100% يعني مزيانه ديال حركه البيسيبس. كاينش ماشين ديال يعني ديال لي زيبول، وكنطلع كنحس يعني بالكتاف ديالي هما اللي كيتخدموا، ما كنخدمش السكيب. نتمنى انكم مشكل. دونك ريسبيريو شويه خوان، من بعد يعني ريكوبيرينا واحد شويه يعني اونطريمون ناتوريل. هي هادي صون جوج ديال لي موفمون يعني طبيعي. دونك غادي نصنعوا موفمون ديال الكتاف، خليهم معنا خوان. سيني لا بوزيسيون الاولى، ها هي الثانيه. الوغ خصنا نقلبو غير فين نحطو الكاميرا. الكتاف واخا ما هنا مابانش ليا يعني، هذا السيرين الاول تقريبا درت فيه 10. رجعنا لكم مرة أخرى، دابا غنديرو سخينات قبل ما نبداو، يعني غادي نسخنو سخينات يعني ضروري واحد تقريبا 10 دقائق 7 دقائق 8 دقائق عاد نبداو لونطريمون. اوكي، دونك أول حاجة غادي نبداو هكا
تخينات الخوت ضروري 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 ضروري. سواء في الصيف كتقول لك لا كاين شي نوع، تيقول لك لا في الصيف ماشي مشكل تخينات، ماشي مشكل ديجا الحال سخون، لا راك نتا عرقان غير من برا بعد بالك راك سخون، ولكن راه الموفمون العضله خاصها تدخل ليها الاكسجين وتسخن من الداخل باش تبدا، فهمتي؟ عندك ما طبقتش هاد القضيه دونك ديما ريسبيراسيون. اوكي ريسبيراسيون ضروري باش العضله كلها بلا ما تحتاج. واحد القضيه كاين شي نوع بلا ما تحتاج انك تنقص بحال هكا ولا بحال هكا، غير في بلاصتك انت ما غاديش، يعني انت ما عندكش واحد لا كونديسيون فيزيك حيت نقصتي ودرتي مشى لوكسي مشى لينيرجي مشى كلشي، يعني ما غاستافدش من الحصه دونك بقى غير في بلاصتك خدم لي موفمون كامل هكا. حيت انت عندك حصه ديال يعني فول بودي اولا سبليت دونك في الميسكيلاسيون باش تستافد العضله ويبقى لينيرجي ديالك. قبل ما نجي ضروري ضروري خصك تضرب البري ورك اوت دونك، لما كانش عندك واحد كومبليمون اليمونتير البري ورك اوت غادي يعني البري ورك اوت كاين في الناتور بزاف، يعني ابسط بري ورك اوت هي القهوه بلا سكر على الريق وشرب تقريبا نص لتر ديال الماء، هذه ابسط بري ورك اوت. ما عندكش القهوه دونك ضروري غيكون عندك بنانه اولا جوج بنانات على حسب البوا ديالك، انا كنفضل بنانه كافيه باش ما يتخزنش لك الدهون تولي انت واحد يعني في الواحد بزاف بري ورك اوت كثر من القانون دونك كيولي عندك الدهون. ما عندكش البنان عندك الشوفان، ما عندكش الشوفان دونك هذه اول يعني اول موفمون غنبداو حنا بالروينغ كما شفتوا بالروينغ بار. الروينغ هي الاولى غنخدموا دورسو هما الاولين ابري غنكملوا دورسو لهيه باش ننتقلوا للكتاف، واخا ما هنا ما باش ليا يعني كاين حركه الكتاف ولكن غادي نصنعهم ان شاء الله دونك خليوكم معنا في الحركه الاولى. هذا السيري الاول تقريبا ضربت فيه 10 نعاود بالزربه السيري الثاني حتى هو. نتمنى ان يعني صراحه ما لقيتش اللي صورني مي نحاول يعني نحط ندير شي بوزيسيون في الكاميرا باش يشد لكم باش تشوفوا البوزيسيون ديال الروينغ تورسو روينغ ليبر. نحاول نحطها هنايا كنديرو بوزيسيون بحال هكا تركبيه ديما متنين واحد شويه شدو بحال هكا ظهرك ديما مزيان ديما مقوص دونك كنبداو دونك هادي هي حركة ديال روينغ كيما شو بوزيسيون صحيحة. انا نزيد واحد جوج سيريات وننتقلوا للحركة الثانية في الدورسو ان شاء الله. اخوان سنينا البوزيسيون الاولى دونك دابا غادي نديرو عاوتاني بوزيسيون ديال الدورسو نيت ها هي الثانية الور خصنا نقلبوها فين نحطو الكاميرا نحطوها تقريبا كيما حطيناها في الاول. شوف صافي طاير هنايا لأنكم يبان لكم
هذا كان السيري الاول، ارتاحوا شويه تقريبا 30 ثانيه ونديروا عاود السيري الثاني. ديما ضارين فيكسي، ديما ضارين فيك، انا بطلع شويه وبطلع شويه. هذا هو البوزيسيون ديال الدورسو تقريبا مزيان، بطلع شويه بطلع شويه باش انني كنحس براسي كنخدم العضله. العضله كتخدم ماشي كنهبط في الجربه وكنبقى ندير بحال هكا، لا ما خدامش داك الشيء. دونك انا بطلع شويه بطلع شويه كتحس بالعضله كتخدم في هذه البوزيسيون. هذا انا تيقن الا جربتوها الاخوان غادي تحسوا بها. ما كيهمنيش تقول الوزن مستحيل باش انني نخدم ولا تخدم العضله، الوزن ما عنده حتى شي علاقه. يعني التكنيك ديال الخدمه، الميثود ديال الخدمه هي كلشي. كيفاش شو الاخوان، هذه هي الخدمه ديال الدورسو. دونك ديما ريسبيري 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 مزيان. الوغ دابا سالينا من يعني من الحركه ديال الدورسو، انتقلوا يعني الحركة وحده. دونك بقاتنا واحد حركه في الدورسو اللي هي رامور. دونك نورمالمون رامور حنايا غنصنعوها، ماشي بحال هكا نهائيا. الرامور رامون يعني يعني كبوزيسيون ديالها في شكل، ولكن حتى هذه دايزه يعني في الرامور دور. الوغ خدموا بهذه الحركه يعني. ديما ريسبيري تريني ريسبيري باش الجهاز التنفسي يدخل ليه الاكسجين، باش العضله حتى هي تدخل ليها الاكسجين. كما شفتوا الاخوان ما كايناش ماشين ديال يعني ديال لي زيبول ديال الكتاف. دونك غادي نترينيو هنا واحد موفمون اللي هو الناس اللي ما عندهمش يعني ما كيترينيوش في لاصال، اولا ما عندهمش يعني ارتير، ولا ما عندهمش دي يعني دي ماشين الكتاف. غنتريهم الكتاف ناتوريل وغتكون النتيجه واعره. وخليكم معنا في هذا الموفمون هذا. على هذا الشكل ديما جليه كيكونوا دونك مسرحين هكا، ويديها هكا، ويديها هكا جليه كما قلنا مسرحين، وكنهبط حتى كنقيس راسي في الارض، وكنطلع كنهبط وكنطلع هبط وكنطلع. كنحس يعني بالكتاف ديالي هما اللي كيتخدموا، ما كنخدمش يعني الميسكول بيكتورال اللي هو صدر بحال تراكسيون، لا الكتاف ديالي. وكنطلع نهبط وكنطلع ديما ريسبيري وكنطلع. عرفتي كنحس بالشولدرز ديالي يعني واحد البومب فيهم، بومب بحال انني يعني شاد واحد لافاغ وكنتريني، يعني كنتري بحال كنتري شاد لافاغ وكنتريني يعني الشولدرز لي زيبول. دونك شوف واحد يعني زاوية أخرى باش يوصل لكم الميساج مزيان. حاول هكا بلاصه يديك هما الاولين هكا، تخلي رجليك هكا رجليك هكا تهبط هاد هاد انكم يعني بغيت نصور لكم جميع الزوايا باش تشوفوا الموفمون صحيح. دونك
دابا سالينا من الحركه ديال لي زيبول، قال لنا دابا مسك البيكتورال اللي هو صدر، ريسبيريو شويه حتى هنا كما شفتوا، يعني ما كاينش هنايا يعني مسك كما قلتوا المسك البيكتورال ما كاينش، غادي عاوتاني حتى هو غادي نترينيو ك يعني كتراكسيو، هي اللي بانت ليا تراكسيو هي اللي غادي تحل المشكل. دونك ريسبيريو شويه الو رجعوا لكم الخوت ريسبيري ورجع. دونك اخوان من بعد يعني ريكوبيرينا واحد شويه من يعني موفمون ديال لي زيبول، دونك دابا انتقلوا ل يعني تشيست، دونك بيكتورو اللي هو الصدر. دونك الحركه الاولى هو غادي نحطوا رجلينا هنا على هذه كما كتشوفوا، انا غنخلي باش تشوفوا، وغادي نترينيو دو موفمون صدر. دونك احسن موفمون صدر لي يعني اونطريمون ناتوريل هي هذه. ديما كان بلاصتي رجليا هما الاولين، غادي نضربو دو سيري رجليا مهزوزين، ودو سيري رجليا يعني باش نخدمو جوج المناطق ديال ميسكول بيكتورال. دونك نضربو نزيدو سيري هنا ونعاودو دو سيري سامبل يعني ايكوشي. خوت من بعد ما زدنا يعني السيري الثاني ديال رجليا مهزوزين في هاد لاطابل هادي، غادي دابا نضربو وضربنا دونك ضربنا سيري واحد اخر يعني ايكوشي، غنزيدو سيري واحد ايكوشي دونك باش تعطينا اربعه ديال السيريات في المسكل بيكتورال. دونك خليكم مع السيري ابط شويه طلع بشويه كنحس بالميسك البيكتورال ديالي كيتخدم. ما كتقاص حتى شي عضله من غير الميسك البيكتورال وشويه التريسيبس. دونك دابا يعني سالينا ولا مازال غادي نضربوا الديبس، كاينه الديبس بانت ليا، دونك غنضربوا الديبس نرتاحوا شويه نضربوا. الوغ هنايا هذه هي لا بار فيكس ديال الديبس ديال 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 الصدر بيكتورال. دونك بلاصه الكاميرا على هذا الشكل هذا، هذه هي الديبس حتى هي كتجمع لينا الصدر، حركه خطيره جدا ديال الصدر ديال الميسكول بيكتورال. ارتاحوا شويه باش نكملوا لي تروا سيري ديال اخواني. سالينا واحد ثلاثه سيريات ديال الديبس، غادي ننتقلوا دابا غنخدموا اليدين، غنبداو بالبيسيبس، غنبداو بالبيسيبس هي الاولى، هي هاد لا ماشين هادي زيكزاك كما كنقولوا. هيا كما كتشوفوا ماشين ديال البيسيبس، يلاه خليكم معنا باش نضربوا البيسيبس. قدو الكرسي هو الاول قربوا لنا، فين غنبلاصي لاكام؟ لاكام بلاصيها هنا، نتمنى انكم تشوفوني، نتمنى انكم تشوفوني الاخوان.
لقينا هذا الاخ هذا الكريم حتى لقيناه صحه وراحه حتى لقيناه فهاد هذه الله يسهل عليك الله يحفظك غيصورنا حتى هو ف نشوفوا هاد حركه البيزيبس هكا اخي الحركة ديال البيسيبس صراحة تحسيش بالحركة دار واحد البوم في العضلة مزيان كنشكرو الأخ ليه الصحة وراحة خويا الله يحفظك الله يعطيك الصحة فرصة سعيدة الله يحفظك أخويا بالصحة أخوان كما صورنا الأخ هذه هي الحركة ها هي حركة كنهبط بشوية وكنطلع بشوية وليكود ديالي ليكود ديالي كما شفتو محطوطين باش ما نتعرضش حتى إصابة باش تكون الحركة يعني 100% مزيانه نهبط بشويه وغنطلع بشويه نهبط بشويه زيد 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 طلع بشويه وكنتنفس ديما كنتنفس ريسبيري ريسبيري طلع بشويه وهبط بشويه الى عييتي صافي بارك عليك صافي هذه هي الحركه يعني مزيانه ديال حركه البيسيبس شو دابا الاخوان سالينا حركه البيسيبس دونك دابا غادي بات لي انا ما كاين حتى شي يعني ماشين ديال التريسيبس مي ما غنضربوش تريسيبس علاش حيت ديجا خدمناها يعني في ميسكل بيكتورال او لا في الديبس كتخدم معها البيسيبس او لا في كما تشوف يعني في لي موفمون اللي درت لكم ناتوريل ديال لي زيبول حتى هي كتخدم معها التريسيبس بون ما غاديش نضربو حنا التريسيبس الوغ شنو بقى لنا دابا خطنا لابدومينو ان شاء الله هاد الحلقه هادي شفنا جميع يعني جميع لي موفمون ديال لا باز ميليتير كما قلنا ديال ماشي سبليت ديال فول بودي عندي واحد الاخوان يعني دي فانز ديالي بغا يقول لكم واحد الكلمه خليكم معاهم ابونا وراك دير محتوى زوين وديروا جيم وبارطاجيو وما تنساوش سميت القناه بلاك فايدر بلاك بايكر فلوغ بلاك بايكر اوكي محتوى زوين الدراري وديروا لايك وبارطاج شكرا لكم الاخوان الله يحفظكم بالصحه والراحه الوغ كان معكم بلاك بكر الاخوان في هذا الفيديو هذا تشاو بالصحه والراحه نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الحصه ديال يعني الفول بودي والبيريود ديال لاماس بالصحه والراحه الاخوان تهلاو في راسكم السلام عليكم ما تنساوش ابوناو لايك وكومونتير يكون زوين طبيعة الحال تشاو السلام عليكم غنضروا واحد الدوره زوينه على هذا المنتزه الخطير كما شفتوا يعني جميع الفئات العمريه كتريني هنايا كل شيء كبير صغير يعني صراحه احسن ما دارت يعني الدوله وفرحت لها انايا صراحه دارت هذا المنتزه اللي فين يدفعوا الشباب الوغ الخوت السلام عليكم تهلاو في راسكم صحه وراحه تشاو 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 نتلاقاو ان شاء الله في جي فيديو واحد اخر اللي غادي يكون على التغذيه ونيتروسيون سبورتيف من ا حتى لزيد و اونطريمون حصه جديده ان شاء الله السلام عليكم الاخوان